في هذه الظروف الحرجة نطل اليوم على مواطني ولاية الخرطوم. أولا نحيي قوات شعبنا المسلحة في تصديها لهذا العدوان الكبير، ونقول أن ما تعيشه الولاية هو حرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى، وأن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن. هذه الحرب كما عايش الناس لها تداعيات. واحدة من هذه التداعيات هي تأثير الكبير على حياة الناس. ما نؤكده عبر هذه الإطلالة هو أنه منذ بداية العمليات العسكرية في 15 أبريل، ظلت حكومة الولاية تدير دولاب العمل بخلية أزمة، إدارة الأزمة بغرفة على مستوى الولاية تضم أعضاء حكومة الولاية وغرف على مستوى الوزارات والمجالس العليا والمحليات. كان هم الولاية في المقام الأول هو العمل على الحفاظ على الأمن في المواقع التي لم تتأثر بالعمليات، والعمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين. كانت هناك تحديات تواجه تشغيل محطات المياه، باعتبار أن خدمة المياه هي أهم خدمة، ولكن بحمد الله وبجهود كبيرة من هيئة توفير مياه ولاية الخرطوم تم تشغيل كل محطات المياه وتجاوز العقبات ما عدا محطتي بحري وبيت المال. هذه المواقع ظلت لا تستطيع كوادر الحياة الوصول إليها بسبب وجود